جاي عشان أبوي. إن شاء الله سيرنا لعمل 9 أشهر وأنا كثير مبسوط عشان أستقبل أبوي في سجون الاحتلال سيرنا 9 أشهر. صبرك خلف نسوان وجناح عمرك ما انكسر لو قيدوا خلف الأسر وجهك بعتمات وبدر وعيونك الإصرار أسرى الوطن أحلى وطن ما ينسى منتشرة بشكل كبير جدا بين الأسرى العلاج شبه معدوم أو حتى بنقدر نحكي معدوم من مضاعفات المرض منتشر حب ومدة وخيح ويعني ما بناموا لا ليل ولا نهار من الوجع هاي يعني مجمل شوية من الأمراض الموجودة طبعا باقي الأمراض يعني أنت بس تسوء حالتك على الآخر ممكن توصل مرحلة أنه أنت تفقد الوعي